ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كارثة بيئية، شوف كيف أصبح لون مياه شاطئ مدينة مغربية. غمرت مياه بلون أحمر شاطئ مرقلة بمدينة طنجة أمس السبت، الأمر الذي أثار مخاوف زوار الكورنيش وفعاليات بيئية. وبحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها، فقد أظهرت تسرب مادة ذات لون أحمر إلى مياه شاطئ منطقة مرقلة بالقرب من مياه المدينة، وسط مخاوف من أن يؤدي الأمر إلى كارثة بيئية بالشاطئ المذكور. واستنفرت الواقعة السلطات المحلية التي سارعت إلى معاينة الأمر في انتظار الكشف عن مصدر هذه المادة، في حين ذكرت مصادر خاصة أن التحقيق ما زال جاريا وأن هناك احتمالين رئيسيين لحدوث هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بتسرب مواد كيميائية من إحدى المصانع بمنطقة مغوغة الصناعية.